أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا بشكل عام معتدلة اليوم مباشر، الهواء معتدل وأيضا أجواءنا البحرية معتدلة. أما بالنسبة لأجواءنا الليلة أيضا أجواءنا معتدلة والهواء شمالي غربي تتراوح سرعته من 6 إلى 28 كيلو متر في الساعة، خفيف إلى معتدل السرعة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 27 درجة مئوية، في الجهرة 24 درجة مئوية، في الشقاية والسالمي 22 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي وجنوب الكويت في الوفرة 23 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 25 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الحمل مناسب حق الحداقة اللي حابين ينزلون البحر الليلة وباكر. أما بالنسبة لأجواءنا الليلة راح تكون غائمة جزئيا، والهواء متقلب الاتجاه إلى كوس خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعته من 6 إلى 28 كم في الساعة، وتستمر معنا الأجواء البحرية باكر. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت 33 درجة مئوية، وأيضا في الجزر الكويتية 33 درجة مئوية، في الجهرة 35، وأيضا في جنوب الكويت في الوفرة 35 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي 36 درجة مئوية، وفي الشقاية والسالمي 37 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر مواقيت الصلاة. أما بالنسبة للطقس المتوقع خلال الأربع أيام الجاية باكر في فرص لأمطار متفرقة في وقت لاحق، درجات الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية، والهواء كوس خفيف إلى معتدل السرعة. أما بالنسبة ليوم الأحد الأجواء راح تكون غائمة جزئيا، العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية، ويستمر معانا الهواء الخفيف إلى معتدل السرعة طبعا، والهواء راح يكون كوس. أما بالنسبة ليوم الأثنين أيضا هواء الكوس يستمر معانا، لكن قد ينشط على فترات تصل سرعته 42 كم في الساعة، مثير للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة، وأيضا هناك فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية. يقلب الهواء يوم الثلاثاء ويصير شمالي غربي، قد تصل سرعته إلى 50 كم في الساعة، مثيرة للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة بسبب نشاط الرياح والغبار المثار، قد تنخفض في الرؤية الأفقية، العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أحب أذكركم ما زلنا في موسم السرايات اللي مستمر معنا لنصف شهر 5. لمزيد من التفاصيل تابعونا في نشراتنا الجوية القادمة، والحين أخليكم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم والمدن العالمية.